في تاريخ المغرب المعاصر يختلط الطب بالسياسة وعلاقات المصاهرة بالسياسة كذلك لتوطيد الفعل السياسي ولإيجاد الرجل المناسب في المكان المناسب. كيف انتقل محمد بن هيمة ويوسف بن عباس طارجي والخطيب من الطب إلى السياسة، وما هي الأدوار السياسية التي أداها محمد بن هيمة سياسيا إلى جانب الحسن الثاني، وكيف أصبح من أثرياء المغرب ومن العائلات المغربية التي تتوفر على ثروة كبيرة تقدر بالملايير في ارتباط بالقصر وبالمخزن كثيرا من ستينيات القرن الماضي إلى يومنا هذا عبر مجموعة من الأسماء بنفس العائلة وبذات الخدمات. ولماذا اختاره محمد الخامس للدراسة بالخارج؟ محمد بن هيمة هو ابن لأبوين ميسورين من مدينة آسافي. والده هو الطيب بن هيمة، ولد في 25 يونيو 1924 بمدينة آسافي. بعد دراسته الابتدائية بآسفي التحق محمد بأحدى المدارس الثانوية بمراكش وتوجه إلى فرنسا بعد حصوله على البكالوريا، حيث درس الطب في جامعة نونسي بمنحة دراسية منحها الملك محمد الخامس لبعض الطلبة المتوفقين في المغرب، ومن بينهم محمد بن هيمة الطالب الموهوب. ومن هنا تخرج طبيبا من فرنسا واشتغل هناك لفترة قصيرة قبل أن يعود للمغرب. بعد عودته للمغرب عام 1954 وحتى عام 1956 لما يقارب من السنتين، كان يترأس الهيئة الصحية في منطقة هيد كورت. وبين سنتي 1956 و 1957 شغل رئيس الخدمة المركزية للرعاية الصحية الحضرية والريفية. وبين 1957 و 1960 ولمدة 3 سنوات شغل منصب مدير مجلس الوزراء لوزارة الصحة تحت الوزير يوسف بن عباس طارجي. ومن يناير إلى يونيو 1960 تم تعيينه أمينا عاما في وزارة الصحة. بعد ذلك نقل إلى مكتب والي أكادير وطرفاية حتى منتصف عام 1961. في جوج يونيو 1961 عينه الملك الحسن الثاني وزيرا للأشغال العامة في الحكومة التي ترأسها الملك بنفسه. وبعد عام في 18 يوليوز 1962 تولى حقيبة وزارة التجارة والصناعة والشحن والتعدين، وشغل أهم منصب في حياته يتعلق بمنصب رئيس الوزراء لحكومة المغرب من 7 يوليوز 1967 إلى 6 أكتوبر في إطار ما سمي بمحاكمة 1969. حتى في هذه الفترة التي عرفت الكثير من المؤامرات ضد الحسن الثاني ومن القلاقل والحركات السياسية المتمردة ضد الحسن الثاني، ظل محمد بن هيمة الخادم الوفي والمنفذ للأوامر دون تردد وإصدار القرارات التي وطدت كثيرا من سياسات الحسن الثاني وتفرده بالسلطة. بعد الانقلابين العسكري وفي بداية السبعينات، وبسبب الثقة الزائدة والمتبادلة بين الحسن الثاني ومحمد بن هيمة، شغل من قبل منصب سيشغل منصب وزير الداخلية لفترتين من 1972 إلى 1973، ومن فترة 1977 إلى 1979، وهي الفترة التي تم ترتيب الأوراق فيها
وإعادة تأسيس المخابرات المغربية وضبط جنرالات المغرب من حالة الانفلاتات التي شهدها المغرب. ويحسب لمحمد بن هيمة حدة ذكائه وتجاربه المتنوعة بين الطب والتجارة وفهم للعلاقات المعقدة والمتشابكة لدار المخزن وفهمه الجيد لحدود العمل السياسي بالمغرب والأدوار المنوطة به دون تجاوز للخطوط الحمراء المرسومة مسبقا لخدام المخزن، وكذلك تكوينه السياسي وتكوينه كذلك لثروة كبيرة، حتى غدت عائلة بن هيمة من العائلات المغربية المخزنية الثرية التي يحسب لها ألف حساب بارتباط وثيق بنظام الحسن الثاني. كذلك أنه رجل عرف كيف يجني ثروة كبيرة جعلت أسرته من الأسر المغربية ذات الثراء الفاحش، إضافة إلى توطيد العلاقات التجارية بين الطرفين وخدمته للكثير من الأجندات السياسية للحسن الثاني. ومع بداية التسعينيات من القرن الماضي توفي محمد بن هيمة يوم 3 نوفمبر 1992 بالرباط، مخلفا وراءه عائلة كبيرة وممتدة في العديد من الوزارات ومتجدرة في التجارة بثروة لا تنتهي في كل القطاعات الاقتصادية بالمغرب. كان معكم عبد الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.